السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم غادي يكون الجزء الثاني الجوله في ايكيا. بالنسبه للفيديو الاول، بالنسبه للبنات اللي باقي ما شافوه تتشوفوه، كنت تشاركت معكم افكار كيفاش كي اميناجيو غرف المعيشه، لي شومبرا كوشي، افكار لاستغلال المساحه، وكذلك وريتكم الجديد ولي بروموسيون اللي كاينين. وبالنسبه لهذا الفيديو هذا غيكون تتمه خاص بلي كويزين، كيفاش كيرونجيو لي كويزين، دوك لي رونجمون اللي كاينين كما كتشوفوا معايا في لي كويزين، كذلك دوك لي زارتيكل كاملين لي اون برومو، لي زارتيكل لي اكسسوار ديال لا ميزون كامله نشوفوهم في هاد لا فيديو. وان شاء الله في التالي نوريكم المستريات اللي خديت في ايكيا، فرجه ممتعه. بالنسبه للكويزين مقسمين اي حاجه الا ولها المكان ديالها باش هكا ما كتكونش الفوضى في لا كويزين. تشاركت معكم حتى لي تيغوار باش تشوفوا طريقه التنظيم ديالها، المنظمات اللي كاينين، كيفاش كيوزعوا المساحه على حساب لي بوزوان ديال كل اسره. فريمون كانوا دي كويزين اللي هما زوينين بزاف. بالنسبه لهاد لا طابل ديكوراتيف اللي كتشوفوا في لو بلون، راه لا ميم بحال اللي جابوا بيم، هنا دايره 800 درهم، و لا طابل اللي كنت شاركت معكم في بيم كنت شريتها ب 200 درهم، نفس الديزاين، نفس لا طابل. يعني ديما كنقول لكم الحاجه اللي تعجبكم خليوها حتى تاخذوها اون برومو، ولا تاخذوها في البلايص اللي رخاص. ايكيا فيها بزاف د الحوايج اللي هما رخاص، كما انه فيها شي حوايج اللي غاليين. يعني كل حاجه خصكم تعرفوا المكان منين تاخذوها باش تاخذوها بمكان بالثمن اللي هو مناسب. شوفوا بالنسبه لهاد لي تيغوار هادو، كلهم اون فوا كتحلوهم واخا كتسدوهم بجد كيتسدو غير بشويه، فيهم لو سيستيم اللي كيتسدو غير بشويه. وكي كتشوفوا كل كويزين وكي داير الديزاين ديالها وكي داير لي موديل ديالها، كما كتعرفوا البنات فوق ما مشيت كندير جوله في شي سيرفاس معين، ضروري ما كنحاول انني نشارك معكم لي زاستيس دو رونجمون، لا ديكوراسيون. يعني ماشي بالضروره نبارطاجيو هادوك لي زارتيكل اللي كيتباعوا، يعني حتى الناس اللي بعيد عليهم ايكيا ممكن انهم يتفرجوا في الفيديو، ياخذوا افكار على التنظيم. هاد لي زارتيكل راه موجودين بارتو، يعني غير حنا قلنا ايكيا حيت معروفه بالرونجمون. هاد لا كويزين لي في لو بلون في لو نوار، انا احسن لون كيعجبني في لي كويزين هما هاد لي دو كولور. بالنسبه للبلون دو طرافاي كيعجبني كون في لو نوار، وبالنسبه لي بلاكار في لو بلون كيجيو زوينين، وراه ما واخا كيتوسخوا اون فوا كتمسحوهم براتيك، يعني ما كيبانش فيهم الوسخ، عكس اللي كيظنوا الناس ان هاد لي كويزين هادو لي بالام دي اف كيظنوا انهم في البيض غادي يجمعوا الوسخ، بالعكس في ساعه كيتنظفوا كيجيو يعني انيقين. كاين لو شوا اللي هو كبير، يعني على حساب الاسباس اللي عندك وعلى حساب كيفاش كيصاوبوا كل اسباس، واخا كيكون صغير كيديروا لو ماكسيموم بوسيبل هاد لي رونجمون. هادو لي تيغوار البنات كما كتشوفوا، هاد النوع ديال لي تيغوار اللي سبق لي وحليت لكم كيلاقوا لي كاسرول طناجر باش كيجيو براتيك تما، دوك لي ديات ما كيجيوش مزاحمين. وهاد لي تيغوار هادو فيهم هاد القريعه ديال العطريه، وفيهم دوك لي سوبور فاش كيتحطوا باش كيجيو منظمين. كي كتشوفوا كيجيو لي تيغوار منظمين، هذا راه تيغوار واحد فيه 3 كومبارتيمون وما كيبانش وكيجي انيق وعملي. وبالنسبه للسباس اللي غديروا في لا كويزين ديالكم، اي اكسسوار راه كاين بلي تاي في واحد البلاصه اخرى اللي خاصه بلي اكسسوار لي تيغوار بوحدهم، ميم دوك لي بواني، ميم اي حاجه، اي حاجه كتشوفها في هاد لي كويزين راه كتباع في ايكيا. يعني حتى هاد لي لافابو، حتى لي روبيني، كلشي كيتباع بوحديتو في المكان الخاص به. شوفوا البنات هاد لو ستيل عاوتاني، وهاد لا سالامونجي كي جات انيقه. ما تنساوش ان حتى لي بلونت كيعطيو واحد المنظر اللي هو راقي في لا كويزين. بالنسبه لي تيغوار كلهم كيما قلت لكم فيهم دي رونجمون.
هاد هما الاماكن اللي قلت لكم، يعني فيهم التيغوار، فيهم لي بورت، فيهم الاشكال كاملين اللي كاينين، كذلك لي بواني. كما قلت لكم اي بلاصه عجبات، اي حاجه عجبتكم في هاد لي زارتيكل الا وكتلقاوها في ايكيا. وهذا واحد ليسباس اللي هو يلاق في واحد لا ديكوراسيون، تلاق في لي بالكون، تلاق في واحد ليسباس اللي كيكون كيطل مثلا على برا. كما كتشوفوا فيه الفوغازون، فيه دي بلانت استعملوا كذلك في الحيطه غير بابي بان. وهنا داروا واحد لوكوان باربيكيو. وبالنسبه لهاد لي تروك هادو اللي كيجيو البنات في الحيط، يا اما كديرهم في الحيط وكديكوريو بهم لي بلانت، يا اما كيجيو في البالكون وكيحيد لكم داك الفيزافي مع الناس اللي انفاس ليه مثلا عماره، ممكن انكم ديروهم في البالكون ديالكم. وهذا واحد التي سباس اللي فيه البيوندري كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد المبل هذا ممكن انكم تصاوبوه غير مع النجار، تاخذوا الموديل ويصاوبوا لكم، كيجي انيق، كتجي لا ماشينا لافي، كيجي داك لو تيغوار فين كديروا لي برودوي، كيجي فين غترونجيو لاسبيراتور ديالكم، لي اكسسوار ديالكم. يعني هاد الفكره زوينه بزاف. وهانتوما البنات دايرين لكم دي موديل ديال الكويزين يعني مختلفه. هاد الزليج اللي كان شحال هادي حتى هو دابا راه طوندونس، كيعطي واحد المنظر اللي هو انيق. وكما قلت لكم بالنسبه اللي تيغوار كما غتشوف معايا، ميم الثلاجه كتكون مغطيه. بالنسبه للبنات الاضاءه، دوك لي ليد اللي كتشوفوا راه كيتباعوا بالغلو، وكيعطي واحد الاضاءه رائعه لا كويزين سورتو في الليل. كيعطي واحد الاضاءه اللي هي زوينه بزاف. هانتوما البنات هاد الموديل هذا اللي بالخشب، حتى هما غالفين الثلاجه، دايرين هاد لابارتي هادي. هاد الاكسسوار هذا غزال البنات، راه كيتباع بوحدو، كديروا فيه لاسبيراتور، كديروا فيه الحداده ديالكم، لي زاكسوار ديال لاسبيراتور، اي حاجه كتستعملوها للتنظيف كتكون بوحدها تما. وكتجي اي حاجه عندها المكان ديالها وكتفاداو الكركبه. البنات بالنسبه لهاد لي بوبيل هادو اللي كيجيو تحت ليفي، هادو البنات راهم كاينين في ايكيا، كاين في بليزيور اندوا. لو بري ديالهم ابارتير دو 350 400 حتى كيوصلو حتى ل 800 درهم، على حساب شحال فيهم من كومبارتيمون، على حساب الكاليتي ديالهم. المهم البنات وكيتجروا وكيترجعوا لبلاصتهم، وفي نفس الوقت ممكن انكم تحيدوا ديك لا بوبيل، تديوها تخويوها وتردوها في المكان ديالها. هنايا غادي نمشيو لبلاصه لي روبيني، بلاصه لي فاسك، بلاصه لي اكسسوار اللي كترونجيو بهم لا كويزين. يعني هاد البلاصه هادي فيها كل توسكي رونجمون. وبالنسبه لهاد لي روبيني البنات فريمون فنين بزاف وانيقين، وفيهم حتى ممكن انكم فليكسيبل تقدو يعني كتقربوهم كيف ما بغيتو ليكم. وهنايا مشينا لي بواط رونجمون ودوك لي اكسسوار اللي شفتوهم في هاد لي كويزين اللي كيرونجيو بهم. كاين فيهم لي طاي مختلفه. بالنسبه لهاد ديال البنات، هاد ديال البنات كتلاق تحت لي في ديالكم، كترونجيو فيها لي برودوي دو ميناج، وراه كتجر عندكم. هي براتيك، كاين واحد السكه فاش كتركب كتجروها عندكم، كتهزو شنو بغيتو كتردوها بلاصتها، يعني كتستغلو حتى داك العلو اللي كاين في سوليفي.
وهنا يا هاد لي زاكسسوار هما بحال اللي كنتو شفتو عندي في الدوش، فيهم دوك لي بواط في فيهم دوك لي زيتاجير فين كديرو لي برودوي هكا ديال الاستحمام، فيهم دي كروشي اللي كتعلقو فيهم اللي فهاد الاستحمام، فيهم كذلك دوك لي بواط اللي كتخشو فيهم لي برودوي المشيطات وكلشي. هما براتيك وعمليين في التنظيف وكيجيو انيقين، راه سبق لي وريتهم لكم. بالنسبه لهاد القطعات هادو البنات اللي كيجيو كبارين في البلان دو ترافاي، راهم جابوهم ايكيا، كانوا في كما كانوا كان غير تيغ دو ستوك ودابا راهم جابوهم. وهادو هما المنظمات اللي قلت لكم كيلاقو في لي دوش، وكذلك كيلاقو في لي شومبرا كوشي ديال الوليدات، كديرهم فوق لي بيرو وكترونجيو لهم فيهم الاقلام. كاين كذلك هاد لي رونجمون هادو اللي كيجيو فوق لو بلان دو ترافاي ديالكم في لا كوزين، كاين لو نوار، كاين لو بلون، كاين دوري. هاد الدوري اللي عجبني بزاف اللي كيجي فوق الرخام، كيجي غزال، فيه الدوري او لو بلون، كاين حتى لو نوار. هادو البنات عجبوني هادو اللي في الدوري، جو راقيين. ودوك لي دوك لي بو كديروا فيهم دوك لي بلونت اللي معروفين في كيتيا في ايكيا. هانتوما البنات كي كيجيو كذلك هاد لي سوبور هادو فين كتطونجي والاسبيراتور، كاين هاد الشبيكات اللي سبق لي وتشاركتهم معكم، كديروا فيهم بليزيوغ الفوطات، بابي جينيك، بليزيوغ شوز في لي سال دو بان. وكاين كذلك هاد لي سيرفييت راه كيعرفوهم البنات نتاع ايكيا غزالين، 4 د لي سيرفييت كيتباعو باك، حتى هما زوينين لا كويزين براتيك. وهادو هما لي رونجمون اللي قلت لكم، يعني هادو الثمن ديالهم رخيص، يعني كاينين في مختلف الاحجام باش تغونجو فيهم لي تيغوار ديالكم. وهنا بالنسبه لهادو البنات، هادوك العميدات كيلاقوا في لي تيغوار، كتاخذوا لهم ديك الفرشه اللي كدير فيهم، وكتبقاو تقسموا. مثلا ملي كتحلوا التيغوار كيتجروا لكم الماعن، كتبقاو تقسموا كل مثلا دوك ليمول ولا الكويسات ولا كتبقاو تحبسوهم باش ما يزلقوا لكمش دوك العميدات اللي كيلصقوا في السوبور ديالهم. وهنايا مشينا لي زاكسسوار صغارين، وهاد نمشيو نشوفو لي بيرو شنو لي بروموسيون لي كاينين، شنو لا ديكوراسيون لي كاينه. من بعد نمشيو لدوك لي بيتي تروك لي اون بروموسيون، لي درا، لا بارتي لي خاصه بالوليدات الصغار. بالنسبه لهادو البنات راه هما كتحطوا فوقهم البيسي باش ما كيسخلكمش البيسي، او ميم طون كتحافظوا على الصحه ديالكم، كتحطوه فوق رجلات نتاعكم فوق لولي وكتبقاو خدامين. وهنا البنات بالنسبه لهاد الموديل هذا، بغيت غير نقول لكم شوفوا داروا لولي في الوسط وقسموا لو دريسينغ ولا سال دو بان، قسموها غير بلو ريدو كما كتشوفوا معايا. انا بغيت فقط نوريكم هاد لي زاكسسوار هذا وكيفاش مقسمين هاد لابارتي هادي. بالنسبه لهاد الافكار كلهم راه تشاركتهم معكم في الفيديو اللي داز. وبالنسبه لهنايا هادو لي كومود، كاين لي بري مختلف ابارتير دو 250، وانتم طالعين على حسب لو ستيل اللي عندكم في لا شومبرا كوشي، على حسب بحال هادو يلاقوا حتى بالنسبه اللي كيديروا لي شومبر كيديروا لي كيمشيو عند طابيسي باش كيصاوبوه، وكيبقى عندهم مشكل في لي شوفي هادوك البنات. الا ما طحتوش شي واحد اللي يغلفهم لكم مزيان كيجيو مشوين، وانا ما كنحملهمش مغلفين حيت ما كيجوش راقين في الشوفه. دونك احسن حاجه هو انكم تصاوبوا تغلفوا لولي ديالكم كيما بغيتوا. وبالنسبه لي طابل دو نوي تقدروا تشريوهم هكا واجدين، وعلى حسب لو ستيل ديالكم. وكاينين حتى دوك لي ستيل ميغوار كيجيو رائعين مع لي شومبرا كوشي اللي مغلفين البنات، وراه لو بري ديالهم طاح، يعني ما بقاوش غاليين، هذوك غزالين البنات. اكيد نشاركهم معكم في شي فيديو. وهنايا مشينا لي سباس لي زونفون، شوفوا الطريقه باش كينظموا لي شومبرا كوشي ديال الوليدات، كلشي على بورتي ديال الوليدات، لي جوي قرابين لهم، بالنسبه للقصص قرابين لهم. وهذه هي الفكره اللي ديما تنقول لكم،
شوفوا البنات هاد لي بواط دونجمون غزالين، كتقسموا لهم لي جوي على حسب لي جونغ، على حسب لو جونغ ديال الجوي. وهاد الشيء اللي راني دايره للوليدات نتاعي. وبالنسبه ديما تنقول لكم الوليدات ديروا لهم اللوينات، ديروا لهم لي زانيمو، دير خليه واخا يجيو الالوان مشعشعين في لا شومبر سي با غاف، يعني الطفل كيبغي دوك الالوان لان دوك الالوان كيفتحوا له حتى العقل ديالو. كاين اللي كيفضل يدير غير لو غري ولا غير لو روز ولا غير مثلا لو بلون في لا شومبر ديال الوليدات. هذيك لا شومبر ديال الوليدات، لا شومبر ديالك ديريها كيف ما بغيتي، ولا شومبر ديال الوليدات خليهم يشبعوا بلو ستيل اللي بغاو، لي بيرسوناج اللي بغاو. ملي غيكبروا اكيد داكشي كله غيتحيد وغدير لهم ستيل ديال لي جون، ستيل ديال لي زادوليسون. غدير لهم ماكسيموم في لا شومبر دو كولور، حيت ديك الساعه كتكون عندهم واحد الاستقلاليه، ما كيبغيوش قوه الالوان. باغ كونطخ من لاج نتاع 12 عام لتحت اكيد كيبغيو اللوينات، كيبغيو يكون اسباس لي براتيك ليهم هما، ماشي على حسب الذوق ديالك انت، مع احترام الاذواق نتاع كاع لي مامو، يعني هذا رايي الشخصي فقط. هادو دي بوا دونجمون، هادو تا هما زوينين البنات، دي بوكس دونجمون كديرهم وسط لو بلاكار ديال الوليدات الصغار، حيت عارفي الوليدات الصغار حويجات تاعهم صغيورين كيجيو براتيك وما كيديروا بجوج، وميم طون كديرهم حتى الملابس الداخليه كيجيو باينين كل حاجه في بلاصتها. وهنايا غادي تشوفوا، غادي نشوفوا بلوزيغ شوز اللي كيحتاجوا الدراري الصغار، بحال هادوك لي دغا، بحال لي بليد، بحال هاد الخيمات. هادو البنات نتاع البنيتات ونتاع الوليدات شفتوهم عندي، زوينين بزاف كيلعبوا فيهم الدراري. الثمن ديالهم ما وصلش 200 درهم. هنايا كاع لي زاكسسوار اللي كيحتاجوا لا بانتور، اي حاجه احتاجيتوها كاينه هنايا. وبالنسبه لهادو البنات كنبغي نشاركهم معكم، هما اللي كيديروا لهم اطار وكيخليهم هما يبدعوا ويرسموا كيف ما بغاو وسط داك الاطار، غزالين وكتخليوهم سوفونير نتاع الوليدات نتاعكم، ولا كتعلقوهم في لي شومبر ديالهم. هنايا لي كوفولي الثمن ديالهم غزال البنات، غزال فنين لي دغاد الوليدات الصغار كاملين، اثمنه مناسبه. وكاين دي ستيل لي مختلفين وفريمون كيعطيو واحد البهجه في لا شومبر. البنات كان كذلك واحد لو شوا لي هو كبير في لي جوي ايدوكاتيف فريمون زوينين. كذلك كاين البنات هاد النوع هادو لي جوي هما اللي كنقول لكم عليهم، هادو غزالين بالنسبه للدراري الصغار كيلعبوا، ميم طون كينمي الحس الفني والذكاء ديالهم. فريمون زوينين كيخليهم يخدموا العقل ديالهم وميم طون كيلعبوا. هادو البنات كنصحكم بهم غزالين، الاثمنه مناسبه. كذلك بالنسبه للبنيتات اللي كيبغيو لي كويزين، اللي كيبغيو هادوك المعنات لا كويزين، هنا كما كتشوفوا كاين واحد لو شوا اللي هو كبير في هذا الشيء بالنسبه اللي كيبغيو هاد لو ستيل هذا واللي عندهم بنيتات صغارين. كذلك كاين هاد لي بواط اللي فيهم كيصابوا بها دي براسلي ودي زاكسسوار كيتلهاو فيها، واللي ما كنصحكمش اللي عنده الاطفال اقل من 3 سنين حيت يقدوا يجيفوا بدوك لي تروك صغار. وهادو معنات اللي هما زويونين البنيتات، راه شفتوهم عند اسيا كانوا عندها بحالهم، الطنجرات، المقيلات، هادوك لي لوش د لا كويزين، وهادي بحال ستيل لا كويزين اللي عند اسيا. هادو راهم كاينين في ايكيا، فريمون غزالين كيتلهاو فيهم البنيتات. كيما شفتو هنا فوق ما جات اسيا لايكيا كتجي حتى هي تلعب في لا كويزين واخا عندها في الدار. راكو عارفين الوليدات خصهم ضروري الحاجه اللي ما تتكونش عندهم هي اللي كيكونوا كتعجبهم، ما في الدار يعني ما كتديهاش فيها بزاف، باقي ما كتعرفش تلعب فيها مزيان. هنا
تمنى البنات نشارك معكم اهم حاجه كتعجبني في ايكيا وكنت سبقني هضرت لكم عليها، هما هاد لي زاكسسوار هادو اللي عندو الوليدات قل من 5 سنين اكيد غينفعوكم. كاينه هادي اللي كتبلوكي لي تيغوار باش ما يحلوهمش الاطفال ويجبدو منهم لا قدر الله شي حوايج اللي بحال الماس بحال الماء يعني هرسوهم على رجليهم. كاين عاوتاني هادوك اللي عندهم الدروج في الدار اللي واحد الشرائط كديرهم في الدروج باش ما كيزلقوش الوليدات الصغار. كاين هذيك اللي كتستوبي لا بورت باش ما كتسدش على الوليدات. كاينه كذلك هذه حتى هي كتحبسوا بها الباب. هاد الاكسسوار هذا حتى هو كديروه في لو كوان ديال طابل الدجاج كاين في لي كولور. هذا مهم بزاف حالات ما لا قدر الله طاحوا الوليدات نتاعكم ما كيتجرحوش في داك لو كوان نتاع الطبله الدجاج. وكذلك كاينه هادي اللي كديروها في بلاصه الضو في بلاصه لي بريز باش ما كتبلوكيو فيها كتبلوكيوها باش ما كيخشوش الدراري لي بريز ولا يخشو شي حاجه في وسط الضو وسط بلاصه لي بريز ويضربهم الضو. هادو اهم اكسسوار اللي مهم بزاف يكون عندكم لان ما تعرفوش شنو كيطيح على الوليدات الصغار وهكا كتكونوا مامنينهم وكيلعبوا باريحيه في المنازل ديالكم. وهنايا مشينا نتغداو. بالنسبه للاكل الاكل راه لي بري مناسبين اي بلا بغيتو كاين سميتو لي غوبا اللي هما سخان ولي غوبا اللي هما باردين. كاين الديسير كاين لي سالاد كاين واحد لو شوا اللي هو كبير نتوما كتختاروا على حسب طبيعه الحال الذوق ديالكم. وكما قلت لكم الاثمنه مناسبه كتختاروا الكونتيتي اللي بغيتو الماكله اللي بغيتو ومن بعد كتخلصوا في لاكيس عادي. هنايا صافي هبطت لبلاصه لي زاكسسوار الصغارين هاد لي بوا دونجمون لي زاكسسوار ديال لا ديكوراسيون. البنات كلشي اون بروموسيون لي بري غزالين. بالنسبه لهاد المنظمات هادو راه وصل الثمن ديالهم برا ايكيا حتى ل 200 درهم وهما راه في ايكيا ما وصلينش حتى 100 درهم. بالنسبه للاواني الزجاجيه بالنسبه للطباس اي حاجه عندها علاقه بالزاج راه اون بروموسيون. كاينين لي زونسومبل اون بروموسيون كاين بزاف واحد لو شوا اللي هو كبير. هادو هما لي زونسومبل قلت لكم البنات راه كاينين في لي كولور كاملين. وبالنسبه للبيض كنصحكم بالبيض حيت كتاخذوه وكتمغيوه مع اي نوع اخر طبيصلات وكيجي بحال لي كل مره بحال لي بدلتو لونسومبل والبري ديالهم راه كيطيحوا فيهم بزاف. وهنا كاين هاد لي زاكسسوار هادو اللي في الدوغي حتى هما راه معروفين. كاين هاد لونسومبل هادو د الفراش المعالق الماس اللي حتى هما ما كيتصداوش الكاليتي نتاعهم غزاله بزاف. هنايا لي زاكسسوار اللي كتنظموا بهم لي في ديالكم. بالنسبه لدوك لي زيبونج اللي وريتكم غزالين براتيك كيغسلوا الماء مزيان ما كيخبشوه ما والو. وهنايا جيت نوريكم هذا المكان هذا اللي فيه طريفات نتاع يعني اللي فيهم توب بالمترو. عرفتوا البنات هذو كيتقاموا عليكم لي كوسا رخاصين كيجيو براتيك وكيجيو رائعين بزاف. وهادو دي غيدو اللي معروفين في ايكيا. كاين واحد لونسومبل اللي غادي نوريه لكم دابا حتى هو غزال ديروا اون بروموسيون. وهنايا هاد البلاصه خاصه غير بلي بلاد لي دغا لي كوسان. كاين الحوايج اللي كانوا اون بروموسيون كاين الحوايج اللي كانوا غاليين. وهاد الشيء راه ضروري كتاخذوا لي موديل وتقدروا تاخذوا غير توب بالمتر وتمشيو تخيطوهم ولا تعطيوهم اي خياط. المهم تكون عندكم الفكره ويكون عندكم يعني كيكون عندكم دي زيدي اللي نتوما يا اما نتوما اللي كتصاوبوهم يا اما كتمشيو عند واحد اخر كيصاوبهم لكم وتيتقاموا رخاصين. المهم هو انكم تعرفوا شنو هو لا طوندون شنو هو اللي خارج ديزاين شنو كتاخذوا افكار. بالنسبه لهاد لي طابي البنات اللي دايرين 700 درهم راه بريسك بحالهم كانوا جابوهم في مرجان وديرهم في واحد لوكوا اللي ما تيبانش
كانوا اون بروموسيون غزالين بزاف. يعني كنقول لكم حاولوا تقلبوا غير على الهميزات وتسناو، ما تزربوش تاخذوا الحاجه بثمن اللي هو غالي، راه اكيد تلقاوها بثمن اللي هو مناسب. كاين هادوك لي زاردواز اللي شفناهم كيلصقوا فيهم بالعيار، كذلك كيكتبوا بهم بطابع شير غزالين، راه خديتها غنشاركها معكم في اخر الفيديو، نتشارك معكم بعض المشتريات اللي خديت. مهم عندكم واحد لو شو اللي هو كبير. كاين هاد النوع هادو لي زاردواز كذلك. بالنسبه لي كادغ دو فوتو، بالنسبه لي طابلو في ايكيا، راه كتختاروا نتوما ديزاين والرسمه اللي بغيتو، راه حتى دوك الرسومات اللي كيبانوا لكم وسط لي طابلو راه كيتباعوا نتوما على حسب اي ديزاين طاح لكم على راسكم، راه كاين تما كيتباع. ولو كادغ كتاخذوا نتوما على حسب لو ستيل ديالكم ولي بري كانوا مناسبين. كاين كذلك هاد لي زيطاجير اللي معروفين تحت التلفازه، ميم في لا كويزين لي شومبر د الوليدات، براتيك بزاف. هنايا غنمشيو لعالم الشموع، كاين واحد لو شوا اللي هو كبير في الشموع، والرائحه ما نقولكمش البنات، راه راكم عارفين الرائحه نتاع شميعه ايكيا فريمون غزاله. اهلا البنات، بالنسبه لهاد لي بلونط هادو راهم بروموسيون، بعض المرات يديروا 100 درهم، بعض المرات 119، بعض المرات 50، كل مره الثمن ديالهم. انا خديت هذيك البلونط ما كاملاش 35 درهم، كانت اون بروموسيون. بالنسبه للبو لي في الدوري اللي كيجي معاها خديته بميم با 15 درهم ولا 16 درهم، داو الثمن ديالهم. يعني قلت لكم على حسب كل مره وشنو كيطيحوا في شنو البروموسيون اللي كتكون. هنا مشينا لي زاكسسوار د لي دوش، كان واحد لو شوا اللي هو كبير. بالنسبه لهاد المخده البنات راه فيهم واحد لو شوا حتى هو اللي هو كبير، وكاين المخده اللي دات صغار. خديت الاسيا واحد فريمون غزال ومريحين بزاف. وهنايا كما قلت لكم في الفيديو اللي داز لي كويت البنات راه فيهم واحد لو شوا اللي هو كبير، والاثمنه كتختلف صادفوا على كل واحد البيدجي ديالو، كل واحد البيزوان ديالو ولا طاي اللي بغا. عرفتوا البنات راه فريمون واحد لو شوا اللي هو كيتلف تالمون لي كويت كثارين. يعني فريمون كتحتار العين شنو تاخذ، والكاليتي ديالهم البنات راه زوينين. جرب ومجربتهم كم كتغسلوهم وكتعاودو كيبقاو في نفس لا كاليتي، يعني حتى داك القطن اللي فيهم الداخل ما كيضيعش نهائيا. وهنايا سميتو لي بلاد لي دغا نتاع نوامس، كان واحد لو شوا توالي كبير. كاين الحوايج اللي كانوا كيستاهلوا البري ديالهم، كاين الحوايج اللي فريمون كانوا غاليين. هنايا غنمشيو للي دوش غنشوفو واحد التشكيله نتاع لي دوش، دي موديل اللي هما سامبل وبراتيك و فريمون كيهزو بزاف د الحوايج، ما كيبقاش داك الكركبه في الدوش. قبل ما ننهي الفيديو غنشارك معكم بعض المشتريات.
بالنسبة لهاد المخدة هادو البنات غزالين، خديتها لبنيتها ديالي دابا في عمرها بريسك 4. عرفتوا البنات مريحين، كيخليو لهم النعسة صحية، العنيق ديالهم يعني كيجي في داك الفراغ اللي كاين، كتكون النعسة ليا مريحة وما كيضرهمش العنيق ديالهم. راكو عارفين الوليدات في هاد لاجادا كيكونوا الله يعني لوكور ديالهم، العمود الفقري ديالهم الله في طور النمو، يعني ضروري ما خاصكم تانفيستيو في مخدة اللي تكون مزيانة. وبالنسبة للحفة هي الحفة اللي تكون مزيانة ومناسبة اللي ما تعذبهمش. هاد المخدات هادو كانوا غزالين، انا شفتهم بلايص اخرين غلا من كيتيا من ايكيا. هنايا كنت خديت هاد المخده هادي ب200 درهم، وراه سبق لي وتشاركت معكم مخدات اللي خديت حنا لينا الكبار، حتى هما بريسك لو ميم بري وغزالين ومريحين، يعني كياخذوا لا فورم نتاع الراس ديالكم. هانتوما البنات عرفتوا في الملمس مريحه في الملمس، وديري لها ديك السنيسله باش الا بغيتوا توصلوا هذاك الجوا ديالها بطبيعه الحال راه كتغشيوها، وانما حتى داك الجوا البيض مره تغسلوه، ديروا له شويه البيكربونات وتغسلوه باش كيبقى ديما نقي وما كتكونش فيه ديك الصفوره اللي بعد مرات كنشوفوها في المخد. وهادو هما لي زيبونج اللي قلت لكم غزالين، كناخذهم من ايكيا، كيعجبوني المعنات، كيرغوي وميم طو ما كيخليوش داك لي ميكروب لاصقين فيهم، وكذلك ما كيجرحوش الاواني، كيعجبوني بزاف حتى بالنسبه للبوطه حتى بالنسبه للحمامات. هادو غزالين والثمن ديالهم ما كانش وصل حتى 10 دراهم. هادو غزالين البنات، الا لقيتهم في ايكيا غير خذوهم. وهنايا هاد العلاقات هادو اللي معروفين في ايكيا، هادو البنات راه بورت سيرفييت، كديروا فيهم لي سيرفييت، كديروا في الكويزين، كديروا فيهم المنديل باش كتمسحوا ولا كديروا فيهم الطابليه ديالكم. كذلك في لي شومبغ كوشي د الوليدات كيعلقوا فيهم لي بينوار ديالهم، سينو كتلصقوهم مع الحيط، وكديروا فيهم لو بوكان اللي كتقرا ولا كديروا فيهم تليفون، ولا نفترضوا هذا هو الحائط كتقبطوهم كتفيسيهم مع الحيط كما كتشوفوا راه دايرين لهم دوك الثقوب، وكيبقى الكريسي على هذا الشكل هذا، وكتحطوا فيه شنو بغيتوا. هادو البنات الثمن ديالهم راه ما كانش غالي، الثمن ديالهم رخيص، وكيجيو ثلاثه ديال الكريسيات مختلفين في الديزاين، كيلاقوا حتى بالنسبه للسيرفييت البنات كيجيو رائعين. وهذا هو البول اللي قلت لكم خديت. بالنسبه لهذا اللي في الدوغي، هذا الكاشبو خديته في 15 درهم ولا 16 درهم. وبالنسبه لهاد لا بلونط هادي كل مره وثمنها، خديتها كنتمنى ما نكونش غلطت في الاثمنه، و 30 درهم. هادشي البنات هاد لا بلونط كتعجبني بزاف، كتجي انيقه، كتجي راقيه في لي دوش في لي شومبر، في اي بلاصه حطيتوها كتجي راقيه. وهاد لوبو هذا راه بعض المرات كيطلعوا فيه في الثمن، وبعض المرات كتلقاوه بثمن اللي هو مناسب. وبريسك نفس لا بلونط كانت ب 119، يعني بيناتهم فرق اللي هو كبير. هنايا هادي هي لاغدواز اللي قلت لكم البنات، راه اللي بغى لو كادغ ديالها راه كيجي معاها، باش كيكون بحال كتكون فيه بحال الهنده، باش كتلصقوا فيه مثلا بلوك نوت، شي نوت كاينه ولا شي حاجه بغيتو تتعقلوا عليها كتلصقوها فيها. وانا استعملتها فوق لو بيغو ديال الوليد ديالي، غادي نشاركها معكم في فيديو قادم ان شاء الله. ودرت لهم فيها هذيك لافيش اللي كات انكوراجي لي زونفون غنتقاسمها معكم ضروري، ودرت لهم فيها بزاف د الحويجات مثلا الفروض لومبلوا دو طون، داكشي كله غنشاركو معكم في ديزاستوس للوليدات. وكاين هاد لي بوكس هادو اللي هما عجبوني بزاف، عرفتوا البنات الحجم ديالهم راه كبير، الثمن ديالهم جد مناسب، وفيهم ديك السنسله من التحت، وباقي عندهم واحد الدعامه اللي غتشوفوها دابا كتهبطوها باش كتجي قاصحه وقبطه راسها. بالنسبه لهادو البنات في لي شومبغ كوشي، في لي دوش، في لي شومبغ د الوليدات، كاين فيهم واحد لو شوا اللي هو كبير في الديزاين، و الثمن ديالهم كما قلت لكم مناسب. وكتلاق حتى دوك لي بلاكار اللي كيكونوا فيهم دوك لي نيش يكونوا فيهم دي كارو، كتخشوهم هكا وكديرهم رونجمون د لي جوي د لي فيتمون اي حاجه بغيتو. وهادو هما لي غيدو لي طوندونس لي كلشي كيعجبوه في ايكيا، فريمون غزالين عرفتوا البنات، طوالين طوالين لواحد الدرجه ما تصوروش، يعني اكبر حجم ممكن تشوفوه في لي غيدو. وانتوما سا ديبون على لو ستيل اللي باغين ديرو، سا ديبون على لسباس اللي عندكم كتقسموهم، كيخليو لكم لو شوا في الطول حتى كتقسموهم نتوما.
وهما غير يديري لكم في فيل كيتخشو غير في العصية. انا هاد اللي غيدو خديتهم ديتهم الخياط دالي فيهم لي زانو دالي فيهم لي زانو في لارجونتي. غنشاركهم معكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. عرفتوا البنات جاو كيحمقوا ودرت وسطهم لو ستيل ديال بحال درتهم هما شبكة في الجناب وفي الوسط كنلعب غير على الوسط. كنت كنوريكم بالنسبة لدوك لي كوسان لي فلوفيغ بغيت ندير واحد لونسومبل في لاشومبغ كوشي لي في نفس لي كولوغ وما غيجي معاهم غير هاد لو ستيل هذا اللي غيدو. غادي ان شاء الله كلشي غنشاركو معاكم. كنتمنى تبقاو متبعين القناة تخليو لي التعاليق ديالكم والتفاعل ديالكم واكيد ما غنبخل عليكم حتى شي معلومه. الى عجبكم هاد لي ستيل ديال الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتشاركوا في القناه. مع السلامه.